وصلنا ولا نرجع؟ فين وصلنا ان شاء الله؟ جبل واحد. ها؟ النبي انسحب صلى الله عليه وسلم، وصلنا لنا النهار صلى النبي صلى الله عليه وسلم به الظهر وهم جلوس صلى الله على الحبيب عليه الصلاه والسلام. الله يا ربي الكريم. فلما انتهى الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر بالصحب الكرام هناك على رأس جبل أحد، بعد أن اطمأن أن المشركين ركبوا الخيل وجنبوا العير في إشارة إلى أنهم مستمرون في طريقهم إلى مكة وأنهم لا ينوون الكرة وقتال المسلمين. تعالوا فلأن المسلمين أسبوع غادي يجي لكم المسلمين اللي هما مشاو ومتأكد على أنهم مشاو، واش غادي يدير سيدي المسلمين؟ واش غادي يدير أحباب؟ يشكروا ربي يمشي يشوف الموتى. أي ظل خصو يمشي يشوف الشهداء مزيان، هو راك واعط هذا هو المزيان، إذا غادي ينزل يشوف الشهداء. الله يجزيك. إذا لا يمكن لقائد عسكري بعد أن ذهب العدو وأخلى ساحة المعركة لابد أن يمكث في ذلك المكان يتفقد الشهداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنزل النبي إلى ساحة المعركة وبدأوا يجمعون الشهداء. الله الله الله. فأمر صلى الله عليه وسلم أن كل شهيد من شهداء أحد، الله يديكم تما إن شاء الله يا رب، أمين، أن أي شهيد من شهداء أحد رضي الله عنهم ذهب به أهله إلى المدينة أمرهم أن يعودوا بهم لكي يدفنوا في أحد. فليس في العالمين شهداء اسمهم شهداء أحد إلا هم، كان لابد أن يجمعوا في مكان واحد ويدفنون في مكان واحد. فلما جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وقال: أنا شهيد عليكم يوم القيامة، أنا شهيد عليكم. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توجه تلقاء سيدنا حمزة فوقف على جثمان سيدنا حمزة وقد مثل به المشركون، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم يبكي على أحد من قبل، فهو تأويل رؤيا حينما رأى أن ثلمة وقعت في سيفه كسرا في سيفه، وأوله عند الرؤيا أن أحدا من أهل بيته سيقتل، فلقد أصيب سيفه، أصيبت قوته، فكان بمثابة أسد الله وأسد رسوله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من منظره، فكان عمه وكان أخوه في الرضاعة، حمزة أخو النبي في الرضاعة وهو عمه صلى الله عليه وسلم. يقال أنه لما قام على جثمان سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال تلك الكلمة التي ذكرناها: والله لئن أمكنني منهم لأمثلن بسبعين منهم. لكن يقال أن هذا حديث ضعيف، ويقال أن فيه ونزل قوله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان من أواخر سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يتحدث عن المثولة، لم يعد يتحدث عن المثولة. ولقد ذكرت لكم أن أبا سفيان حينما تأكد أن النبي وأبا بكر وعمر لا زالوا أحياء قال: لقد حدثت فيكم مثولة لم أأمر بها ولم تسؤني.
يعني كأنه يقول أنا بريء مما فعل أصحابي، كأنه يخشى عاقبة انتقام النبي من قتل المشركين فيما يستقبل من مواجهات محتومة لا بد أن تقع بين المسلمين والمشركين قبل أن يحكم الله بينهم سبحانه. في هذه الأثناء جاءت أخته صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم خذوها أبعدوها، أبعدوا أختها لعلها لا تصبر. فقالت إني أحتسب أخي إلا الله تعالى، سأصبر وسأحتسب، أروني أخي حمزة. قال اتركوها اتركوها. فجاءت صفية عمة رسول الله أخت حمزة ووقفت على سيدنا حمزة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفت على جثمانه فحمدت الله، حمدت ربها واسترجعت. وهذا عنوان المرأة المؤمنة صاحبة الرسالة. هذا الأمر يتكرر كثيرا عندنا نحن المسلمين. ألم تروا أنه في فلسطين المرأة حينما تفقد زوجها أو ابنها أو أبنائها أو إخوانها شهداء كيف تزغرد وكيف تصبر؟ والله لقد رأينا نساء خنساوات هذه الأمة لا ينكسرن أبدا، بل يزغردن عندما يكرم الله أبناءهم بالشهادة، فتقول الله تعالى اصطفى أبنائي، يا لفرحتي، أنا أم الشهيد، أنا أخت الشهيد، أنا عمة الشهيد، أنا خالة الشهيد. خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت أم سيدنا سعد بن معاذ، سيده الأوس قال له يا رسول الله، أمي يا رسول الله في طريقها إلى هنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له بحالي صبرها. فلما جاءت أم سعد بن معاذ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى اصطفى ابنك عمرو بن معاذ أخو سيدنا سعد، فحمدت الله تعالى واسترجعت. هذا نساء ديال الأمة اللي نصرب بهم الدين، هما يزيدوا للرجال يزيدوا لهم يرفعوا لهم المعنويات، النساء تاع الأمة وما يرفعوا. الحاصلة سيدي، فقالت يا رسول الله، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعي يا أم سعد، إن الله سبحانه قد رزقهم الشهادة وأدخلهم الجنة جميعا، فأبشري شهداء أحد كلهم في الجنة، كل أرواحهم في حواصل طيور خضر، إذن لا داعي للقتل يا رسول الله، كل خطب بعدك جلل، إذا رأيت وجهك انسكبت الطمأنينة على نفسي ونسيت كل مصيبة، المهم هو تقن أنت يا رسول الله، هذا هو المهم. لكن يا رسول الله أدعو الله لخلفهم ففيهم من لا يستطيع الصبر على فراق عائله أو أخيه أو زوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده فقال اللهم اخلفهم في عاقبهم خيرا، اللهم اخلفهم في عاقبهم خيرا، صلى الله عليه وسلم. هناك بإذن الله تبارك وتعالى بدأ رسول الله يجمع الشهداء فيدفنهم ويقرب في الدفن أكثرهم أخذا للقرآن، يميز شهداء أحد فيبدأ بمن معه القرآن أكثر من صاحبه حتى عند الدفن. انظر رحمك الله كيف يرفع الله بالقرآن أقواما ويضع آخرين، يرفع الله أقواما بالقرآن في الدنيا فيجعلهم أئمة، وكي دايرين هما كتصيبهم اسمه موالي وعبيد
ومع ذلك هم أئمة أمة رسول. الإمام مكحول، وزيد، عطاء بن أبي رباح، أئمة كلهم من الموالي، رفعهم الله فجعلهم كالأقمار في دنيا الناس، ويضع آخر كتسمي لسان الشريف وتبارك الله، ولكن ليس له من القرآن شيء، فيوضع. علاش يوضع ولا يرفع؟ لأنه ترك سر رفعة الأمة وهو القرآن. حتى عند الموت يطبق هذا المبدأ، حتى عند الموت وعند الدفن كان رسول الله يبدأ بمن معه، يقول لهم أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فلان قربه. ولكن حتى واحد ما داروا قدام سيدنا حمزة. سيدنا حمزة داروا قدامه ويجيب أكثرهم أخذا للقرآن ويصلي عليه ويقلعوا ويجيب لي، يعني مش حال صلى سيدنا النبي على حمزة مش حال 70 مرة. مع كل واحد يدير له أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فلان. ويجيبوا مور حمزة فيصلي عليه، أيهم أكثر؟ فيزاح ويؤتى بالآخر فيصلى عليه. هل الشهيد يصلى عليه؟ هل الشهيد يصلى عليه؟ الشهيد لا يصلى عليه. في غزوة بدر لم يصلي النبي على الشهداء، أيوة، ولكن شهداء أحد صلى عليه. وسمعت شهداء بدر لم يصلي على الرسول، شهداء، لكن مزية شهداء أحد دون شهداء الدنيا كلها. صلى عليهم رسول الله ويقول أنا شهداء، أنا شهيد عليهم. ومن يجي يصلي عليهم كل يدور على شكون هو أكثر أخذا للقرآن. سبحانك ربي سبحانك. لكن هل جردوا من ملابسهم؟ لا. هل غسلوا؟ لا، فقد صلى عليهم. لأن الشهيد زين، الشهيد حي والحي لا يموت، واللي يكون حي ما تصليش عليه، صلي على الميت، صلي علينا احنا اللي احنا يا نتمشاو فوق الارض وصلي علينا، احنا نتمشاو وإحنا ميتين. علاش ميتين؟ لأن قلبنا ميت، لأننا نرى المنكر ونسكت. هؤلاء هم الموتى، موتى القلوب، القلب المشرب بالمعصية، الذي يرى المنكر ولا ينكره فهو قلب منكوس ميت. كما قال سيدي ربي إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ما معنى لا تسمع الموتى؟ هم يسمعون بأذانهم، لكن هل يعقلون بقلوبهم؟ هل يفقهون؟ مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الجدي ولا المعزة ولا البقرة منين تهضر معها؟ تفهمك ولا ما تفهمك؟ تسمع ولا ما تسمعش؟ تسمع ولا تسمع؟ ولكن واش تسمع؟ تسمع غير الصوت. هل تتبين ما في الصوت؟ هكذا هو الدب ديال البنات باللي ميت القلب. هم شر الناس، شر من الأنعام. كيسمع لكن غير هو غادي جاي غادي جاي غادي جاي. هل أخذ من ذلك الهواء معنى رسخ في قلبه ودفعه للعمل؟ ما كانش ميت. واش الميت؟ عمرو شفت واحد السيد مشى للمقبرة ويدير الموعظة للموتى يقول لهم أيها الأموات اتقوا الله إنكم ستلاقون ربكم؟ وما لقاو ربهم. كما قال سيدي ربي يا أيها الذين آمنوا، زين، يا أيها الذين آمنوا، قد يئس، قد كما قال كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أصحاب القبور يأسين باش يولي، ما غاديش عاد يخدموا. عمرو شفت شي واحد مشى عند الزريبه ديال اللي غنموا بقى يقول لهم أيتها الشياه اتقوا الله لا تعتدوا على على حقول الآخرين، عليك أن ترتعي فقط فين؟ في المكان المخصص يعني للرعي، لا تعتدي. هذا اللي يمشي عند الغنم ويبقى ينصحهم، هذا هذا بنادم؟ هذا هذا ماشي بنادم. هكذا. إذا فالشهيد زيد لا يجرد من ثيابه، لا يكفل، لا يغسل، يا كاسدي هكذا، ولا يصلى عليه، إلا أن مزية أهل أحد شهداء أحد صلى عليهم رسول الله.
الشهيد لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه. هذه ثلاثة في الدنيا ياك يا قاسي، والرابعة واسمه في القبر، القبر واسمه لا يسأل في قبره، عقلاسي لا يسأل في قبره، اختصار كبير طريق الجنة. لا يفتن، لا يأتيه الامتحان في القبر. الله أكبر. علاش؟ لماذا لا يسأل في قبره؟ قال رسول كفى ببارقة السيوف زين فتنة، فتنة. هو أعطى الدليل على أنه أعطى الروح ديالو للدين، فكيف يسأل عن الدين تحت الأرض؟ يقولوا من ربك؟ هو رب أعطى له الروح في الدنيا، أعطاه حقيقة، فلا يسأل. واحد السيد اللي حقيقة أعطى الروح ديالو، هل يسأل عن الدين وأعطى الروح ديالو عن الدين؟ لا يسأل. أعطى الدليل في الدنيا أنه أعطى روحه لله نصرة للدين، فهل هذا يسأل عن الدين؟ شو اسمه الدين ديالك؟ قال لك عثمان رضي الله عنه لما استشهد عمر، ياك رأيته في المنام فقلت له يا عمر هل جاءك الملكان؟ قال نعم. قال فماذا صنع؟ قال سألتهما من ربكما. شكون اللي سأل الآخر؟ قال سألتهما من ربكما، هو الذي سأل. وهذا في الدنيا، أفا في القبر ولهاك في القيامة اسمه كاين؟ يحشرون زيد بجراحاتهم اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا هما كرامة الشهيدات، والريح ريح يعني الجروح تاعهم، يحشرون بها لون الدم، لكن تفوح منهم رائحة كرائحة المسك. كاينة هذه ولا ما كاينة؟ كاينة في الدنيا. الشهيد وخا الدم فيها الريحة رائحة المسك، دائما هادشي كاين رائحة المسك. زيد اخويا ايوا، وفي بلاصه غادي يصلوا يوم القيامة ها، ويتوج بتاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، الله أكبر، سبحانك يا ربي سبحانك. ويزوج بثنتي سبعين حورية من حور العين، وربي ربي ربي ربي، ويشفع في سبعين من أهله كلهم استوجبوا النار. ياك أخويا هما هذوما الشهداء، ياك باقي نمشي كرامة ولا ما باقي نمشي؟ شكون سقسيه؟ باقي شي كرامة نتاع الشهيد ولا ما باقيش؟ نجي الأسئلة ربما نسقسيكم هذا السؤال. باقي شي كرامة ولا ما كاش؟ لا يكفن، لا يغسل، لا يصلى عليه، لا يفتن في قبره. يحشر بجراحاته اللون لون الدم والريح ريح المسك، يتوج بتاج الوقار، يزوج بثنتي وسبعين حورية، ويشفع في سبعين من أهله. كاين شي حاجة؟ كاين شي وحدة أخرى ولا ما كاش؟ كاين شي كرامة؟ هذاك من يدخل الجنة إن شاء الله تعالى، ولكن واش كاين شي كرامة أخرى ولا لا؟ هي قبل بقى حاج واسمو هي؟ يغفر الله له ذنوبه قبل أن تلامس قطرة الدم أديم الأرض. شفت منين يضربوا بالسيف ولا؟ قبل ما تطيح القطرة الأولى ديال الدم، واخا عاش ولا مات؟ قبل ما تطيح القطرة دي. يغفر الله له قبل أن تلامس قطرة الدم النازف من جسده الأرض، يكون المولى قد غفر له. فمن سأل الشهادة بصدق نالها ولو مات على فراشه. لا إله إلا الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدفنهم الآن، صلى ودفن. فدفن شكون؟ عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن جموح في قبر واحد، ودفن حمزة بن عبد المطلب مع من؟ مع عبد الله بن جحش رضي الله عنهما. معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يمرر قنوات الماء إلى المدينة عبر أحد، قالوا خصنا نظهروها للقبر بعد 40 عاما. بنقلوا شكون هما اللي كان فيهم؟ عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن جموح. ايوا زيد، واحفروا عليهم. فوجدوهما كما مات الان 40 عام. من اللي حفروا عليهم وجدوا عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن جموح كانهما استشهد الان. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله محمد رسول الله. فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنهم، وبعد ذلك
جلس هناك يثني على ربه ويدعو الله تعالى. بقي هناك بعد يثني على ربه، يدعي سيد ربي، يدعي سيد ربي، يثني عليه، يثني عليه بما هو أهله. وما حفظش هذاك الدعاء، وتمنيت لكم يا بنادم يجيب ذاك الكتاب ويقرأ ذاك الدعاء، ولكن ترجعون إليه في كتب السيرة. فهنا بعد أن دفن الشهداء وقف النبي فقال: دعوني أثني على ربي. يا الله، ما أعظمه من لقاء، ما أعظمه من مناجاة. يناجي النبي ربه، يا للكلمات المعطرات الطيبات الكريمات، يثني على ربه راضيا مرضيا بما أكرمه الله به، أكرمه الله به هالبلايا وهالشي، رأى فيها المنن ورأى فيها المنح، فصار يثني على ربه بحل شي حاجة كبيرة ربحها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يثني على ربه. بعد ذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى المدينة، أن يدخل إلى المدينة في مساء يوم السبت 7 شوال. في ذلك اليوم قرر عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى المدينة صلوات ربنا وسلامه عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل ذلك كثيرا ما تهيج أنفس الصحابة وهم يذكرون بعض شهداء أحد، فلقد بكى الصحابة وظلوا يبكون على حمزة. تعرفوا علاش ما تعرفوا علاش؟ لأنهم حينما أرادوا أن يكفنوهم، يكفنوا ما يكفنوش، ولكن شي حاجة باش يدرقوا لهم، لم يجدوا ما يغطون به رجلي سيدنا حمزة، فغطوهما بالأذخر جريد النخل. وكذاك مصعب بن عمير حينما يجذبون الثياب يغطوا له الراس، يتغطى الراس يبقوا السيقان الرجلين، ومنين يهودوا لتحت يبقى الصدر مع الراس. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا له بالثياب نتاعه واسمه الراس ديالو، وهذا الرجلين من السيقان حتى الرجلين غطيهم بالأذخر. فكان عبد الرحمن بن عوف يصوم، وحينما يأتيه أبناؤه بالإفطار بعد غروب الشمس يترك الطعام ويبكي حتى تخضل لحيته، ويقول ابنه: إنك صمت يوما طويلا شديد الحر، فلما جئناك بالإفطار تبكي كل هذا البكاء. فيقول: لقد عشت مع مصعب ورأيته وهو خير مني، وقد قتل في أحد، لم يجد الناس ما يكفنون به جسدا، فكانوا إذا كفنوا الجهة العليا بقيت ساقي، وإذا كفنوا السفلى بقي صدره ورأسه. فأمر النبي بتكفين الجهة العليا ووضع الأذخر على ساقيه. وها أنا أعيش بعد الطعام يأتينا بالألوان، وما نرانا قد أخرنا لخير، ونخشى أن يقول الله لنا يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. يا الله. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيلقى أول امرأة جاءت تسعى وتهرول إلى مكان المعركة، هي حمنة بنت، هي حمنة بنت جحش. زوجة شكون؟ زوجة شكون؟ شكون زوجة شكون أخويا؟ صاحب الراية مصعب بن عمير، صاحب راية رسول الله، الصحابي الشهيد من أحد. فبينما هي تجري يقال لها: إن أخاك عبد الله بن جحش استشهد. فحمدت الله واسترجعت
معليش خو هذا. فجرت فقيل لها إن خالك حمزة خمك قد استشهد. حمزة فحمدت الله واسترجعت. ولكن حينما قيل لها احتسبي فإن زوجك قد استشهد مصعب بن عمير واسمه جارت والولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزوج للمرأة بمكان. صبرت حينما زف إليها خبر استشهاد أخيها، وصبرت حينما أخبرت باستشهاد خالها، ولكنها لم تستطع تحمل صاعقة استشهاد زوجها فولولت. الله، الرجل بالنسبة للمرأة شي حاجة كبيرة، راه يبقى لك يزقر في الدار وملوح وما تبقى يبلاش، وخا زقر في الدار وخا كاع ما فيه والو. واحد المرأة فرملية، واحد المرأة فرملية مسلمة ومؤمنة، مشينا نزورو واحد السيد مسكين طاح بالشافود، ملي طاح بالشافود المرأة ديالو بحال اللي بقات تستهزا بيه، وكانوا ينصحوها الناس يقولوا لها تهلاي في راجلك، وداوه مسكين للسبيطار الفرابي. وملي كتمشي تزور راجلها هذه مسكينة هذا الفرمية كتشوفها تقول لها تهلاي في راجلك، كتبان لها باللي ما ديتهاش في راجلها. قالت لها شوفي يا بنتي، أنا كان عندي زوجي ودرنا كسيدا وراه مات وما عرفت القيمة نتاعو حتى مات، لوددت لو أن الزوج بقي لي مشلولا لا يتحرك خير لي من أن أظل بلا زوج. طلع في راجلك وبقي شي مات وما ذكر الرجل تاعها. فرأيتها بعد وفاة زوجها تخيط الزنق وتسأل الناس، تخيط الزنق وتنسى الناس، ما عرفتش قدر راجلها. ولذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم هذه حمنا، شكون حمنا؟ صحابي ياس، خذ زينب بنت جحش اللي هي ام المؤمنين، عائله كي دايره. ومع ذلك حينما اخبرت باستشهاد زوجها والولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نكرش عليها، قال لها شوف حينما اخبرت باستشهاد اخيها صبرت، وباستشهاد خالها صبرت، وحينما اخبرت باستشهاد زوجها والولد ان الزوج للمراه بمكان، اي ان منزلته عند الزوجة عالية، ليس هنالك أعظم الناس حقا على الزوجة من زوجها. ولكن المسكينات لا يعرفن هذا، غروهم هذه الجمعيات والحرية، وعندك يبقى يحكم فيك وعندك وتخربت البيوت. ولا إله إلا الله. الثانية شكون هي؟ امرأة من بني دينار، هي عاودك جايه مورها لا اله الا الله. قيل لها اسمعوها المرأة، اسمع، استشهد اخوك زيد حمدت واسترجعت، استشهد ابوك حمدت واسترجعت، استشهد زوجك. واش دارت هذه؟ والولد ولا لا؟ هذه هي اللي فاسترجعت وحمدت وقالت وكيف هو رسول الله؟ قالوا بخير. قالت لن أبرح هذا المكان حتى أنظر إليه ليشفى صدري من ألم ما أصبت به، فلا يخرج ما في صدري من آلام فراق أحبابي إلا رؤية وجه حبيبي محمد. فأخذوها، أخذها الصحابة باها خوها ورجلها، فأخذوها قالوا لها ورسول الله، فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذه الكلمة اللي خصكم تحفظوها وبقيت مذكورة إلى يوم القيامة. فلما نظرت إليه ابتسمت وأزاح الله كل همومها وكل ما كانت تجد من ألم فراق أحبابها، فقالت يا رسول الله الآن من شتك أنت سالم؟ حينما رأيتك واطمأننت على أنك حي وأنك لازلت بخير، فكل زيد فكل ما زيد
كل مصيبة بعدك جلل. أقل كل مصيبة بعدك جلل. جلل ما معناه؟ يعني كبيرة ياك. لكن هذا المعنى ديال من المعنى واسمه أن كل ما يصيبنا إذا ظللت أنت ناجيا من كل هذا سالما كل مصيبة بعدك واسمه تهون 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 كأننا لم نصب بأي شيء. سبحان الله. هذا كيسم وهذا المسألة كيسم نوادر الحب. نوادر حب صحابة لرسول الله نساء ورجالا صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة استقبله شكون؟ النساء والصبيان وكل شيء، وفرحهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء سالما والحمد لله واطمأنوا عليه. فجاء عن جابر بن عبد الله، جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله فقال يا رسول الله ولد لي غلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راه خالط، يا قاس راه خالط من حشية السمت، خالط المدينة، وواحد يسلم عليه والناس يشوفوا فيه ويطمئنون على رسول. نوادر الحب. المدينة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم بزاف. ما أحب أحد أحدا كما أحب أصحاب المدينة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة المباركة الطيبة. ذاك سيدنا جابر كيروي قال فجاء رجل إلى رسول فقال يا رسول الله ولد لي غلام. هذه مخيرة، هذه يعني مخيرة، هذه يعني جاتنيش. ولد لي غلام كيف أسميه؟ قال حمزة. عوضنا حمزة الله يخليه. فكان أول اسم يسمى في المدينة بعد أحد في مواليد المسلمين. عقلت؟ عقل هذه؟ هذا السؤال. هذا أول مولود يولد في المدينة بعد غزوة أحد وبعد استشهاد حمزة، وجاء أبوه ليخبر النبي ويبشره بالمولود ويريد منه أن يختار له اسما، فلم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ولد لي غلام سميه يا رسول. قال حمزة. حمزة عمي حمزة، سمي حمزة. اسمه راسخ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة. وربي ربي ربي على قراد الداه، إن في الجنة 100 درجة للشهداء فقط، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وحمزة أخذ أعلى درجات الشهادة. قال رسول الله سمي حمزة سيد الشهداء حمزة. سيد الشهداء حمزة. كاين شي واحد اخر اللي يكون معاه ولا ما كانش؟ شكون هو؟ ايوا خليه فما هذا كيبقى دائما. زاد كمل عليها النبي باش ما يبقاوش تقولوا هذيك الدرجه يديها غير حمزه، اعلى درجه في الجنه نتاع الشهداء ما يديهاش غير حمزه. لا، سيد الشهداء حمزه زيد ورجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله. بغيت نوصل لكم واحد الميساج، بغيت نوصل لكم واحد الميساج تاع احد. وصلوا لنا النبي واسمه هو من اراد ان يكون مع شهداء احد فعليه أن ينكر ظلم المستبدين، أن ينكر، أن يظل رافعا راية الإسلام يدعو ويأمر وينهى حتى تنفصل هذه عن السالفة حتى تلقى الله. ما قالوش سيد الشهداء حمزة وشكون اللي يكون معه، اللي يكثر بالصيام ولا اللي يكثر بالصلاة ولا اللي يكثر قال ورجل. ورجل فيها شكون؟ الرجل ذكر والأنثى. رجل، الرجولة هي صفات. ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. مع من؟ ماشي مع شهداء أحد، مع أعلى ما في الجنة يعني، أي رفيق حمزة. أو يا ربي يا ربي، ما نساناش النبي، ما نساناش حنا خوتو في تاخر الزمان. ما قالكش هاد البلاصة راه غادي تكون غير ديال حمزة، هذه نتاع حمزة ونتاع من؟ الذين يقفون في وجه الاستبداد، يحاربون الظلم، يأمرون بالمعروف،
ينهون عن المنكر، يثبتون، يصبرون، لا يباعون، لا يشترون، الثابتون على طريق التضحية في سبيل نصرة الدين، ثابتون. ما أعظم هذا، وما أكرم هذا، وما أرحم المولى بعباده إذا أحبوه حقا وضحوا بالغالي والنفيس لنصرة هذا الدين حقا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته واستقبلته فاطمة رضي الله عنها، أراد أن يستريح، فقال النبي: خذي هذا السيف يا فاطمة، خذي هذا السيف فاغسليه، فلقد صدقني اليوم، فلقد صدقني اليوم. ثم قال علي وقد أخرج السيف: خذي يا فاطمة سيفي هذا فاغسليه، فقد صدقني اليوم. سيدنا النبي كان يقدر يرد عليه يقول له: ودي السيف نتاعك راه يعني ماشي زعما، لكن مسلس بسكوت. خذي يا فاطمة سيفي هذا اغسليه فقد صدقني اليوم. قال لها زوجها سيدنا علي: وخذي أيضا سيفي فاغسليه فقد صدقني اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لئن كان سيفك قد صدقك يا قاسم زيد، واسمه واسمك يا زعما، ايه فإن يقول سهل بن حنيف وأبو دجانة سماك بن خارشة قد صدق. ما بغاش يخليها غير بينه وبين سيدنا علي، ما بغاش يوقفها غير عنده. سيف النبي صدق، سيف سيدنا علي صدق، ومنين قال حتى سيدنا علي قال له: يا ودي شوف الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدة. أراه كاين شي ناس الذين صدقوا في هذه المعركة، منهم ذكر زوج تعال سهل بن حنيف وأبو دجانة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبهذا بإذن الله تبارك وتعالى يستريح النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستعد زيد. لماذا؟ لماذا يستعد؟ يستعد لماذا؟ ها؟ ويا ابن عمي للغزوة من جديد. فين غادي يمشي؟ فين غادي يمشي؟ يريح ولا ما يريحش؟ ما يريحش. فين غادي يمشي؟ فين غادي يمشي؟ فين غادي يمشي؟ يهجم على المشركين. غادي نشوفوها المرة الجاية، تسمى كيفاش يسموها؟ معركة حمراء الأسد. يا سبحان الله على سيدي وحبيبي رسول الله. مسحي هذا السيف، وزيد مسحي هذا السيف، وزعما بغينا نريحه وكذا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: سيأمر جميع من شارك في أحد ياك أن يخرجوا بجراحاتهم وبتعبهم ليلحقوا بالمشركين لقتالهم من جديد، وأمر أن لا يخرج معهم أبدا أحدا ممن لم يخرج في أحد ولم يشارك في أحد. وربي ربي 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 سنرى كيف يحول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانكسار العسكري، مش هزيمة، انكسار العسكري زيد إلى انتصار خارق. دائما كيقول لك الناس اللي نجحوا في الحياة شكون هما؟ هما اللي فشلوا ولا اللي ما يفشلوش؟ اللي فشلوا زيد زيد، ويحولون الفشل إلى نجاح. عقل عليها، الناجح هو ليس الذي لا يفشل، لأن الحياة من سنن الله فيها أن لا تنجح دائما، ولكن الناجح هو الذي يحول الفشل إلى، يستثمر الفشل زيد إلى نجاح. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بهذا الدرس، يعلمنا ما خلاهمش يريحوا. وسترون كيف يخرجون من غادي يبقاو يقراوا القرآن، غادي ينصبوا كما قال سيدي ربي سبحانه عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل
عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. سترى حينما نقرأ هذه الصورة التي نزلت في أحد سترى العجب العجاب. نقطة، واسمها النقطة الحصيلة العسكرية. استشهد 70 من أصحاب رسول الله، شحال فيهم إن شاء الله تبارك وتعالى؟ 65 تاع الأنصار، شحال ديال الخزرج؟ 41 من الخزرج، و24 من الأوس، و4 ديال المهاجرين، ومخيريق خير يهود. حسبوا مزيان شحال؟ شحال أسيدي؟ المجموعة نتاع الأوس، المجموعة نتاع الأنصار شحال؟ 65. الأوس يعني المجموعة نتاع الأنصار 65، الأوس فيهم 41، الخزرج فيهم 41، والأوس فيهم 24، ها 65. والربعة ديال المهاجرين شكون هما؟ شكون الأربعة تاع المهاجرين؟ شكون؟ مصعب بن عمير، شكون يعرف آخر؟ وحمزة، شكون؟ من بعد غادي نشوف. وربعة ديال المهاجرين هي 69، وذاك حسبوه 70، ذاك اللي قلت لكم ذيك المرة اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيري خير يهود، ورجحت بأنه هو شهيد لأنه أسلم، لأن النبي قال مخيري خير يهود ولم يقل مخيري خير اليهود. وخير يهود أي أنه آمن بموسى ثم دخل في دين الإسلام. وهكذا إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنعود للحديث عن بعض الدروس وغزوة حمراء الأسد، وبعدها سنقف مع آيات كتاب الله التي كانت تصور غزوة أحد في القرآن، باش حتى القرآن يبقى يقرأ يعرف على وين يتكلم. اسمي الآية، باش تبدي الآية تاع الوصف تاع غزوة، باش تبدي الآية زيد، باش تبدي الآية إن شاء الله تبارك وتعالى. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وأن تصيبكم مصيبة يفرحوا بها، وإن تصبروا واتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وهكذا الآيات تتحدث عن غزوة أحد. وصلى الله على حبيبنا محمد.